ميزامو غاني نجيب لكم فيت في باش ندير لكم لا روسيت. الوغ البارح شوفوا كيفاش درت. فورت لي بروكولي وحطيت البصل دبلتو شويه مع الملح في الكحل، زدت درت له ديدي تاع لي سكالوب ولا تاع البولي ولا تقدروا ديروا ميم اسكالوب اشي. ومن بعد هذيك درت له شويه مرقه، خليت هذاك لي سكالوب يدوب وصوتيت لي بروكولي. على فان خلطت كلش وزدت لهم لا كريم ليجير، هذه لا كريم ليجير 12% صافي تقدروا تطيبوا بها فو بلا هيلتي. وحركت بيان بيان، انا زدت لهم دي تي مورسو تاع الفرماج بلون انا باسكو باش يجيو بنان شويه، مي ابري نتوما تقدروا ما تزيدوش. حر خلطتهم بيان 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 ودخلتهم في الفوغ بوندون واحد 10 مينوت. من جهه واحده اخرى على بالكم درت واحد لا غوسيت نحبها بزاف، شويه طرشي وقعدت ندق فيها هكا بهذه الطريقه مع الثوم والملح وزيت الزيتون. هذه شتا جوست اختي ديرها في التلمسان، الي ترو 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 بون. اي فوالا كيفاش كلينا. هذه هي البروكولي، هذه زروديا صوتي درتها من قبل كبده تاع الجاج.